السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. الحلقة بتاعت النهاردة حلقة مهمة جدا، هنتكلم فيها عن ازاي ممكن تجيب منتجات من امريكا وتوصل لك لحد باب بيتك. ومش هقول لك بقى بأقل الجمارك والحاجات دي، لكن الموضوع هيبقى محسوب شوية. يعني ايه؟ يعني الموقع اللي هنتكلم عليه النهاردة بيقول لك انت هتدفع كام جمارك، بيقول لك الحاجة اللي انت هتاخدها دي بكام جمارك بالظبط، والحاجة هتوصل لك في قد ايه، وكمان بيوصلها لك في اقل من 3 4 ايام. يعني موقع ممتاز جدا يا شباب، وقدامك اكتر من شركة شحن ممكن تاخد الحاجة دي عن طريقها، زي ارامكس وكذا شركة شحن تانية ممكن تاخد الحاجة دي من عليها. وطبعا كل شركة لها فلوس خاصة بيها. يعني مثلا ارامكس بتدفع 10 دولار على المنتج اللي انت هتاخده، 10 دولار دي هتوصل لك المنتج مثلا في 20 يوم من امريكا لحد بيتك في 20 يوم. شركه تانية ممكن توصله لك في 3 4 ايام عادي جدا، لك هتدفع زياده شويه ممكن 20 دولار 30 دولار. انا ليه برضو بعمل الحلقه دي؟ لان ناس كتير جدا قالوا لي ان احنا عايزين نبعت لك هدايا، عايزين نبعت لك حاجات تعمل لها مراجعه، وناس كتير كلمتنا على الموضوع ده. وانا قلت لهم سهله، هنعمل عنوان في امريكا وعنوان في بلاد كتير، بحيث ان اي حد عايز يبعت لي اي حاجه ممكن يبعتها على العنوان ده. ومن العنوان ده الموقع بتاع النهارده اللي هنشرحه اللي هو شوب اند شيب هيقدر يبعتهم لي على عنوان البيت. وكمان يا شباب الموقع ده عمل الحساب بس فيه ب 45 دولار، يعني غالي جدا على كل الناس. ولكن شفت فيديو لاحمد ابو زيد، احمد ابو زيد كان ناشر كود ليه هو انك تقدر تاخد الحساب ده مجانا بدون ما تدفع اي فلوس خالص. انا حسابي عملته بالكود بتاع احمد ابو زيد، وهسيب لك الكود ده اسفل الفيديو. خلينا على طول نخش في الشرح بتاع النهارده ونشوف ازاي هنقدر نشوف العناوين بتاعتنا وازاي ممكن تشتري الحاجات عن طريق العناوين دي. موضوع بسيط جدا يا شباب، وتعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه يا شباب هو ده الموقع، موقع بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه، موقع كله بالعربي، فما تتعبش نفسك يعني في الموضوع ده. هنا على طول بيقول لك ان ادخل عنوان البريد الالكتروني وكلمه السر بحيث ان تعمل تسجيل دخول على طول. لا، هقول له انا اسجل الان واقول له سجل. هيقول لك بقى حبه حاجات كده. اول حاجه شوب اند شيب اساسي ب 45 دولار، وهنا شوب اند شيب فليكس ب 119 دولار. احنا هنقول له لا اساسي اللي هو ب 45 دولار. هتكتب هنا اسمك الاول واسمك الاخير ورقم التليفون والبريد الالكتروني وكلمه السر، وتاكد كلمه السر وتقول له اوافق على الشروط وانا لست برنامج روبوت. والتالي الحاجه الثانيه عندك هي بتاعت الشحن. الشحن دي بس هيقول لك عنوانك بس، وهتكتب العنوان بتاعك بالتفصيل. الحاجه الثالثه هي الدفع، هيقول لك تدفع عن طريق باي بال، عن طريق الفيزا بتاعتك، عن طريق ماستر كارد، اي حاجه. قول له لا انا هدفع عن طريق الكود ده، وهتحط الكود اللي هسيبه لك اسفل الفيديو على طول، لان حاليا ما اقدرش افتح الفيديو بتاع احمد ابو زيد، فهسيب لك الكود اسفل الفيديو هتحطه وهتعمل زي ما انا عملت كده. بسيطه جدا يا شباب، وبصراحه يعتبر هو افضل موقع لحد دلوقتي في موضوع الطرود والحاجات اللي تجيبها من بره عن طريق الموقع ده شوب اند شيب. انا الموضوع ده هيفيدني جدا في الفتره الجايه، لان في ناس كتير فعلا عايز تبعت لي حاجات اعمل لها مراجعه، وانا بقول لا بسبب موضوع شوب اند شيب ده. فخلينا نشوف الموضوع، يعني بسبب موضوع ان مصر محظوره من بعض الحاجات والجمارك بتبقى عاليه جدا في مصر، فان ابقى عارف الحاجه اللي انا هاخدها دي هدفع عليها كام بالظبط، ده افضل 100 مره من اني اروح في الجمارك، يعني اروح من المنصوره لحد القاهره لحد المطار ولحد الكلام ده كله وما اعرفش هدفع كام، وممكن ما يكونش معايا المبلغ ده اللي انا هدفعه، فتبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه لي، بالذات الناس اللي بعيده عن القاهره وبعيد عن المطار. فخلينا على طول هنا بيقول لك ادخل البريد الالكتروني بتاعك وهنا الباسورد، هنقول له الباسورد تمام، ونقول له تسجيل دخول. بكل بساطه هيعمل معاك تسجيل دخول. الممتاز بقى يا جماعه في الموقع ده انه بيديك عنوان في كل حته في العالم، في كل حته في العالم بيديك عنوان. هنا في عمان، في برشلونه، في بيروت، في دبي، في هونج كونج، عندك مثلا تحت في نيويورك، في يونايتد ستيتس، في نيويورك. فانت ممكن تاخد عنوان نيويورك ده وتحطه في وصف القناه بتاعتك لو انت صاحب قناه على اليوتيوب، بحيث الناس تقدر تبعت لك اي حاجه عليها، وهتلاقوا هتلاقوا العنوان ده يا جماعه اسفل الفيديو. فلو حد عايز يبعت لي اي حاجه ممكن يبعتها عن طريق العنوان ده كهدايا مثلا، او حد يبعت لي حاجه اعمل لها مراجعه، فتبقى ممتازه جدا يعني عن طريق العنوان ده، هتلاقيها اسفل الفيديو تحت. وهنا عندك في باريس، وعندك حاجات كتيره جدا ممكن اي حد يبعت لك عليها. اهم حاجه انك تلحق تعمل اكونت على الموقع ده، دي مهم جدا يا شباب. اول حاجه تعملها تعمل اكونت على الموقع ده، لان محدش يعرف الكود بتاع احمد ابو زيد ده هينتهي امتى. اتمنى عم انشر الفيديو ده يكون الكود ده لسه شغال، واتمنى اكبر قدر من الناس اللي عندي يستفيدوا من الكود ده، وده اصلا سبب نشري للفيديو ده، ان اكتر قدر من الناس يستفيد من الكود بتاع احمد ابو زيد، لان 45 دولار مبلغ مش قليل على حساب زي ده. بصراحه هو موقع ممتاز جدا، و
هتستفيد اكتر لما حد يبعت لك حاجه وتلاقيها وصلت في 3 4 ايام، فالموضوع يبقى مبهر بالنسبه لك. يعني سو دوت كوم انا بطلب منه الحاجه بتيجي بعد اسبوع، فاعتقد من امريكا لحد هنا ممكن توصل لك في اسبوع من امريكا لحد البيت عندك، فممتاز جدا يا شباب. هنا ترودي، ترودي دي ثانيه واحده، ترودي دي طبعا لو في اي حاجه جايلك من بره بتكتب لك هنا، مثلا حد بعت لك هديه بتلاقيها موجوده هنا، يقول لك الهديه دي جايه لك من حد ومدفوعه، يعني الهديه دفعت خلاص. وبرده انا مع الموقع ده في حاجه جميله جدا برده نسيت اقولها لكم، الموقع ده ممكن يشتري لك هو الحاجه ولما يجي لك البيت بياخد فلوس الحاجه اللي هو اشتراها لك وبياخد فلوس الجمارك والحاجات اللي هو دفعها كلها. يعني هو كمان ممكن يشتري لك الحاجه وبعد كده لما توصل بالسلامه لحد بيتك انت بتدفع له عند الاستلام كمان، فدي حاجه ممتازه جدا بصراحه في الموقع ده، عجبتني جدا جدا جدا. هتخش على حسابي هنا طبعا لو عايز تعمل تعديل بيانات شخصيه، عايز تعديل خيارات الدفع لو انت ما دفعتش، او عايز تعمل تعديل خيارات، تعال نشوف كده طرق الدفع. هنخش هنا عندك باي بال، ده ممتاز جدا برده يا شباب، الموقع ده بيدعم الباي بال. عندك البطاقات الائتمانيه طبعا ماستر كارد وفيزا والحاجات دي، وعندك اعداد دفع الشحنات، وعندك طبعا الدفع عند الاستلام او التوصيل، هي دي اللي احنا معتمدين عليها بصراحه، هي ممتازه جدا. طبعا هياخد منك فلوس زياده ولكن ممتازه، انك الناس اللي بتخاف تدفع بالفيزا وبالماستر كارد، الناس دي انا منهم بصراحه بخاف ادفع الحاجات دي، لان انت بتتعامل مع برنامج كمبيوتر فممكن مثلا ياخد كل الفلوس اللي في الفيزا، ممكن ياخد منتجات غلط، وحصلت معايا قبل كده انك ممكن تطلب منتج غلط او تطلب منتج صح والروبوت ده او الكمبيوتر ده يعامل المنتج ده كأنه منتج تاني. يعني مثلا قبل كده ممكن طلبت قبل كده تليفون بلون ابيض واللون مثلا الاحمر بتاعه يكون اغلى منه ب 500 جنيه مثلا، تمام، فانت طلبت الابيض وهو جاب لك الاحمر، فانت دفعت زياده 500 جنيه وانت اصلا كنت طالب لون تاني خالص، حتى ممكن يكون مثلا الابيض ده خلص وهو جاب لك الاحمر بشكل افتراضي. فالحاجات دي بتبقى بتحصل لان ده كمبيوتر مش بني ادم، ده كمبيوتر اللي بيتعامل مش بني ادم، فالناس دي انا اعذرهم جدا، وانا صراحه زي ما قلت لكم ان انا من الناس دي بحب ادفع عند الاستلام، لما استلم الحاجه في ايدي واتاكد ان هي تمام ادفع. تمام، نرجع كده باك. مزايا كتير يا شباب في الموقع ده بصراحه، لو رحنا مثلا عند رسائلي دي طبعا لو حد عايز يبعت لك اي رسائل يقول لك انا بعت لك هديه يا ريت تعمل لها مراجعه، بعت لك كذا يا ريت تعمل له مراجعه، وهنا طبعا الطلبات، هنا لا يوجد اي طلبات. وعلى فكره يا شباب معظم قنوات اليوتيوب بتستخدم موقع شوب اند شيب في موضوع الفيديوهات وموضوع ان الناس تبعت لهم هدايا وكده، كل اليوتيوبر تقريبا بيستخدموا الحاجات دي من اول ماتريكس 2019 لحد احمد ابو زيد وكمان الجرنوسي وناس كتير جدا بتستخدم الموقع ده، لان زي ما قلت لك ان العضويه بتاعته مدفوعه ب 45 دولار وانت جايه لك على طبق من ذهب مجانا. فاتمنى يا شباب انكم تستفيدوا من الموضوع ده. وازاي طبعا تشتري بقى، الموضوع بسيط جدا، كل اللي بتعمله انك بتاخد العنوان ده وبتحطه في اي موقع للشراء، كل اللي بيحصل خلال السنسيب ده كده، كل اللي بيحصل ان انت بتشتري حاجه بتوصل على العنوان اللي انت حاططهم لهم ده، اللي هو العنوان اللي هم مديهولك بيوصل لهم هناك. مثلا لو انت تشتري من امازون تحط عنوان نيويورك بحيث ان امازون عند نيويورك على طول، فالموضوع بيوصل في خلال ممكن يوصل في نفس اليوم او يوصل بعدها بيوم او بيومين كتير، بحيث انها توصل لهم هناك في يومين. تمام، يعني ايه بتوصل على طول في يومين، وبعد كده بياخدوها من العنوان ده بيودوها للعنوان اللي انت كتبته في التسجيل بتاع الموقع، لازم تكتب عنوانك بالتفصيل لانه هيجي لك لحد باب البيت. تمام، وبس هو ده اللي بيحصل، وبتدفع انت بقى الجمارك وبتدفع انت الكلام ده كله. في ترودي دي بيقول لك هنا تفاصيل الطرد، بتخش عليها بيقول لك انت هتدفع كام بالظبط، يعني الفلوس اللي انت تدفعها كام بالملي، بحيث ان انت ما تتفاجئش لما يقول لك انت هتدفع مثلا 500 جنيه على المنتج ده، هتدفع كذا على المنتج ده، فهو بيقول لك هتدفع كام بالظبط بحيث ان انت ما تتفاجئش خالص لما تدفع الفلوس دي. مش يعني لما تروح الجمارك وتلاقيه بيقول لك انت حضرتك المنتج ده ب 500 جنيه انت هتدفع 1000 جنيه على المنتج ده جمارك، ممكن تدفع اكتر من تبقى المنتج. فالجمارك المصريه غريبه جدا، واعتقد كل الناس ليها تجارب جميله جدا مع الجمارك، فاعتقد الموقع ده هيخلصك من المشكله دي بشكل كبير جدا باذن الله. بس كده دي كانت حلقه النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى الناس تنزل على طول اسفل الفيديو وتعمل اشتراك في الموقع ده، لان الموقع ده زي ما قلت العضويه فيه ب 45 دولار، في عضويه ثانيه ب 120 دولار او 119 دولار، فانت لازم تعمل عضويه لانها حاليا بشكل مجاني عن طريق كود احمد ابو زيد اللي برضه هتلاقيه اسفل الفيديو. وبس كده، سيبش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتعمل اشتراك في القناة لو كنت أول مرة تشوف حلقات مستر منتج. بس كده، شكرا عشان تشوف الفيديو، أشوفك إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.